ألو نعم. أنا المرحوم أبوك. منين عم تحكي يا أبي؟ الشهيد وين بيكون؟ والله ما بعرف يا أبي، شني ما استشهدت ولا مرة لسانا. من الجنة يا ولدي، الله يطعمك ياها. والسامعين يا أبي، يا أبي أنت ليش استشهدت لك؟ شو بدك بهالصرعة كان؟ من شان الوطن، شو نسيت؟ والله راح عن بالي الوطن يا أبي. حلوة الجنة يا أبي. ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء يلي استشهدنا من شانها؟ طمن يا أبي، الحمد لله دمكم ما راح هدر أبدا. الله يطمنك بالخير، بس بدي منك أجوبة محددة. تكرم جروحاتك يا أبي. سأل أول باشتان، شو أخبار الوحدة العربية؟ ما عدنا حكينا فيها. يعني صرتوا بلد وحدة؟ يكال ما بدأ شيء. أنا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم أحكي معك من أبو ظبي. قصدك ماذا؟ الحدود؟ الحدود على الخريطة بس. والحرية؟ بتبوس إيدك. يعني ما صفي السجون؟ للمجرمين فقط يا بيه. وشو عملتوا بالمعتقلات؟ معتقلات كلها حولناها إلى مدارس ومستشفيات يا بيه. برافو عليكم وبرافو. ما خبرتني عن العدالة؟ العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا؟ يا أبي، بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا أبي صرنا فرجة. يعني ما عاد في ابن ست وابن جاري؟ أبدا، خيرات مكومة بالطرقات على مين يشيل البلاد. بس إذا الشغل ببلاش مو تدرك، بعرفك نفسك بنية. ها لا يا بي، كل واحد منا بمد إيده بياخد حاجته. هلا أنا مثلا مقتصر أكلي على الفريز بالكنسرة. لك ولدي في شغلة بدي أسألك عنها ومستحي بعد هالسنين الطويلة. لا يا بي لا تستحي، اسأل. إلا فلسطين أكيد رجعتوها لأهلها؟ معك حق تستحي، هذا سؤال بيسأل بعد 30 سنة نضال. برافو عليكم. ولك شو عم تشرب؟ مي. شو هالمي اللي فايحة ريحتها لعني؟ مية أناني يا بيه. خلاصته يعني ما عاد في لاجئ برات بلده؟ لا لاجئ ولا نازح ولا مهجر. لك شو عم تخربط انت؟ وهاليهود المساكين شو عملتوا فيهم؟ صعبت لي الأسئلة كثير. والله ما حاطينهم بالمستودع، عم نتفرج عليهم محتارين شو بدنا نسوي فيهم يا بيه. خيروهم. ايوه. يلي بريد يضل عنا ملتزم ادبه اهلا وسهلا، يلي ما بده رجعوا من محل ما اجا. وابي نحنا كان فكرنا نرميهم بالبحر، بس كرمالك هلا رح نصير نعاملهم بالحزنه. لانه يا ابني العرب من شيم التسامح والعفو عند المقدره واغاثه الملهوف. وهلا بعد ما اطمنت بدي اطمن عليك وعلى امك واخواتك. اطمن يا ابي، الحمد لله أنا وأمي وإخواتي كلياتنا بخير ومنقبل أياديك الطاهرة يا بيه. بس فرحتي ما بتكتمل حتى أشوفكم. يا عم اشتبتك شوفنا يا بيه، لك طيرت لنا السكرة. بتجوا لعندي على الجنة؟ نجي لعندك على الجنة؟ ايوه. ليش حدا بيترك جنته على الارض وبيجي لجنتكم؟ شو في عندكم انتو؟ سواقي عسل، انهار لبن، مروج خضرة، ارواح طاهرة. من العسل عنا 100 نوع، نحن من الجبنة عنا 200 نوع. عندكم لفاش كيري؟ لا ما عندكم. شفت؟ عندكم موز صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ لا. شو بدي عدلك لعدلك لك؟ خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. أبدا مو ناقصنا شيء أبدا. الله وكيلك يا أبي، مو ناقصنا إلا شوية كرامة بس.